بعيدة عن رام الله 23 كيلو متربعة على تلة وبيحرسوها أربع جبال متزينة بزيتونات فلسطين، أنيقة بمزيج بنيانها الأثري والجديد وحلوة بروح ناسها بس متمرمرة قلوبهم من غربة الأحباب. هي ترمس عياء. نقرأ كتاب التاريخ والحاضر بحياة ترمس عياء، والمقدمة منعرفها من نائب رئيس البلدية أبو خالد. في أكثر من مصطلح لتسميتها ترمس عياء، على الأرجح إنها كلمة لاتينية، تيرا تعني الأرض المنبسطة، مست أرض العنب يعني أرض العنب، حيث إن كانت هاي المنطقة جميعها مشهورة في زراعة العنب. عيا مقولة ثانية إن عزمان الأتراك كانوا يجوا يحصلوا ضرائب من المواطنين، فكان واحد اسمه ترمس هنا ساكن، لما إجوا عليه قالوا له ادفع الضريبة، طبعا عيا رفض إن يعني عصى الأوامر وما كبش يدفع الضريبة، فسموه ترمس عيا. ترمس عيا عدد سكانها 11,000 نسمة، المغتربين 7,000 والمقيمين حوالي 4,000 نسمة. بيت العز يا ترمس عيا محلاها، بنخوة أهلها معمرة ربي حماها، يا جنة على الأرض. بقايا حجار بيوت البلدة القديمة وكيف كانت هيئة البيوت اللي عاشوا فيها الآباء والأجداد في ترمس عيا لسه موجودة، تعالوا شوفوها. احنا موجودين هلا في بيت قديم، زي ما انتم ملاحظين المنطقة السفلية هي كانت تستخدم للحيوانات والطيور، والمنطقة الفوق المصطبة بسموها المصطبة هي يعيش فيها أهل البيت. هاي المصطبة مقسومة لقسمين بتفصل بينهم إشي اسمه الخوابي، هاي الخابيات اللي هي كانت تستخدم زي مخازن للمنتوج الفلاح، زي ما شايفتيها أيضا يستخدم لتخزين بعض الشغلات الصغيرة زي القطين كميات قليلة، ومن تحت هاي الخزوك هاي أو الأنفاق هاي اللي شايفتيها هاي للطيور للحمام ولا آخر. كان بالبلد القديمة العلية، وبترمس عيا علية الشيخ حسن كانت أهم علية. تعالوا نسمع قصتها. جد والدي الشيخ حسن رحمه الله أزهري، عالم أزهري، عندما تخرج من الأزهر جاء وفتح الكتاتيب هنا. وين كانوا يدرسهم؟ في أي؟ في هان العلية، هي مهدودة العلية تبعت أجدادي وأبائي، اسمها علية الشيخ حسن الترمسي. علية الشيخ حسن؟ حسن الترمسي. كيف كانوا أبائكم يحدثوكم عن طريقة التعليم والدراسة الكتاتيب؟ كانوا أعزكم الله يذهبون إلى الدابة، توصلهم إلى مثلا قرية في المغير ويجلسون في مصلى في قرية المغير، وكان يأخذ منهم على السنة صاع من القمح. يعني ما كانش في مصاري؟ ما في مصاري، كان ما في سيولة، الناس كلهم يعني يتعاملون بالمقايضة. حج عيدة أجدع وأحلى فلاحة بترمس عيا، تعالوا نتعرف عليها. يسعد صباح. صباح الخير يا حبيبتي، أهلين، أهلا وسهلا يا حبيبتي. حج عيدة احكي لنا، أنت أصولك فلسطينية؟ أنا والله أبوي من نجيب، فلسطينية، أمي بنامية. سمعت إنك أشطر فلاحة في كل ترمس عيا. والله الحمد لله، الحمد لله، أنا أحب الرزق. أكيد يعني أنا بجد الواحد بيطلع نص صبح بيشوف من الهواء النقدي، بيشوف الرزق، الواحد بيفتح قلبه يوم أنا بيشوف الرزق، يعني الحمد لله رب العالمين. احكي لي شو كنت تعملي؟ وأبحش وعشب وأكمل حشيش، ويعني
ما خليتها تبكى هيك مثل هيك مثل تراب الفخ مثل ما بنقول احنا يعني مثل ايه تراب الفخ يعني تبكى احمر 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 آه. ولا حشيشه ولا اشي يعني المقتنيات الأثرية ترسم كيف كان واقع الحياة في ترمس عيا قبل مئات السنين، لهيك متحف ترمس عيا بشرح لك عن كل قطعة إمتى وكيف ولشو كانوا يستخدموها. هذه البناية أنشأت عام 1900، فهذه البناية أنشئ في هذه المعصرة بحكم السعة يعني لخدمات المزارعين في ترمس عيا. الصندوق كان يطلع يخرج مع العروس، يعني انشره من المدينة كيف اليوم بنشرى الحاجيات العروس. هذا كان من إحدى الحاجيات اللي كانت العروس تحتاجها وضرورية إلها تخرجها من بيت أبوها. كان في زمن بريطانيا يعطوا كل مختار راديو، فطبعا بحكم الوالد كان مختار استلم هذا الراديو. هذا السجل من 1921 ل 1965، سجل المواليد، مواليد أهل البلد، مخاتير البلد، يشتلموا هذه الدفاتر وينقلوها لوزارة الصحة حتى يطلع شهادة ميلاد أو شهادة وفاة. دنيا غرور وما لها حد، ولا تمين لها سبتين ولا حد. مشاهدين أنا هلأ موجودة مع أحلى نسوان في ترمس عيا وبنا نسمع منهم أحلى الحكيات، وطبعا نبلش مع الأختين فطوم وفاطمة. أبوي أخذت حب ولا لا؟ أوبا في قصة حب الموضوع؟ ولا يا عيني بصير ابن خالتي. هو ابن خالتك؟ كيف حبيتوا بعض؟ يجوا على بعض ونروح ونصرح ونروح مع بعض. صلى شنو يصرح ويروحوا على الحصان يرتشبها هو يمشي، تبكى هي في الدار ينادي عليها هي سنيورة تعالي يمشي فيدي نزليني. يا عيني كان ناديك السنة 50 سنة عاشوا مع بعض عمره ما زعلها. هي هي الرابع دي لا شام ردوا عليا يا هلا ابو يا هلا يا الرابع دي زيدوني بالكف شويه يا هلا ابو يا هلا وجا من عيان العريس يجيب القهوه حجازيه يا هلا ابو يا هلا. حجه ربيحه احكي لنا لما يموت حدا في ترمس عيا كيف كنتوا تحدوا؟ يعني يحدوا ينعى ويوقفن الصربة هذا توقف تنعى وكلن يا كايلا كولي عليه في المحضر يا شاربة خط الكلام في الدفتر شنو شر الشر يا ربي. مشين حافيات مشين نسبق الخلق هذا السوق فكن نسبقنا يحطون نسباق ويسبقنا يسبقوا أسود. يوم سافر أبوه على كوبا بكى عمره ساعة شهرين في بطن إمه والست جميلة جدا إمه. بعد ما تجوز أبوي وزلام يطلبوا فيها من أبوي في ابنها من ابنها يطلبوا فيها من زينها من جمال بكى ويظلوا يغنوا عنها يظلوا يطلبوها وهيتي وأخرى واحدة اسمها جميلة العرومي يظل هذيك تلبس ثوب رومي مثل هذا الثوب الرومي يظل يغنى عنها كل لبسة الخلك والخلك رومي جرحة الكلب بنت العرومي. قد ما كانت حلوة حلوة وهي والعصبة الخضرة تلايم على المفرك شنو يقولوا لها جوزة جميلة يا ريت يغرك تجينا اخباره في التلفون يغرق في البحر ما هو بكى ويسافروا بدهم يغرقوا جوز عشان يتجوزوا ياخذوها عشان ياخذوها كلهم بده يجي السنه الجايه ولا غير يكهرشوا وما اجاش ما رجعوش ولا واحد رجع منهم. فرقنا هيك وكان كل واحد بغربه.
الغربة ما في أمر منها، وكتير من أولاد ترمس عيا تغربوا عشان يلاقوا رزقتهم، بس قلب الأهل يويلي عليهم ملهوف على أولادهم كل الوقت. اليوم طلعت، أنا شايفتي اليوم طلعت مثل ما ودعت تلاقي لك شو محبين شو من ثمار شو اللي صافرت صفر وهولي حبابو صافر هومي بعيد وجرحوا قلبي في شيلة بالحالي. مساء الخير عمو. أهلين، مساء الخير. كيف حالك يا أبو زاهر؟ الحمد لله، نحمد الله. قديه عمرك عمو؟ يعني حوالي 100. حوالي 100، ما شاء الله، الله يخليك ويطول في عمرك. الحمد لله. كيف صحتك؟ منيح الحمد لله. خالته أنت بتشتاقي لأولادك؟ ولا مالي بتبجيش أشكرك لهم. بس أنا حسستك مهمومة من موضوع الغربة. شو بدي أسوي؟ مهموم مكتوم روحي من الغربة. ليش مقتومة روحك؟ سلامة روحك؟ فيش عندي حدا. حاسة في الوحدة؟ والله حاسة في الوحدة يا حبيبتي. في هالسنهار ما لكيش عندنا حدا. يا زاريف الطول غايب عن الأوطان، وفراقك عنا مل الكلب حزان، وارجع لأمك وارجع للحنان، ما تلك الحنية غير في بلادنا. مرحبا أشرف. أهلا. تحكي لنا وين إحنا هلأ موجودين؟ أنتوا هسا موجودين بنادي ترمس عيا الفروسية. أول إشي نروح جولة نتعرف على أسماء الخيول. نروح مع أول خيل، أنا بدي أسميه مشاغب هذا مني وعلي. إيش اسمه؟ هذا اسمه أمير. الخيل العربي مواصفاته بتميز، عنده قوة تحمل، بعدين مشيته إنه بتكون بالساحة أو برا، إنه بيستخدموه لعروض الجمال. هاي زينة. معناته بس خليني اتركني انا اعرف. مرحبا زينة، انا زينة. بتسوي لي اشي لو امسكها؟ ممكن الواحد يبني علاقة منيحة مع الخيل عشان يقلفه ويصير يتواصل معه ويسمع كلامه؟ الخيل نفس البني آدم الصغير زي البيبي، يعني بتبلشي معه انه مثلا بتضحك على البيبي، كيف بتبلشي معه انه بتجيب له هدية، بنتعامل معه هي مثلا فيه هو الجزر في التفاح، مثلا بنبلش مع الطالب مثلا بقول له جيب حبة تفاح طعم الحصان، بس الحصان بحبك بصير بتعود عليه. صوت سنابك خيلنا بواب المجد فتحت لينا، حنا العرب تاريخينا صدوات الخيل انكتب. بنابلس ورام الله زرنا اليوم ترمس عيا. ترمس عيا الجميلة بعزبتها بلد الفرسان الخيرين، وعشان غربة أهلها غربة جسد، ولأنه قطعة من قلبكم في ترمس عيا، فتراب ترمس عيا بيستحلفكم ترجعوا لها، لأنه حانن تضلها عامرة على إيديكم. لحلوة يا دنيا، زينة صندوقة من قرية ترمس عيا.